لكن بالنسبه للنباتات نفسها، النباتات النادره اللي تم تدميرها، اللي صعب قوي ان احنا نرجع نجيبهم تاني من بره مصر، لان معلوماتي ان النباتات دي علشان تنمو في حديقه الاورمان اتحورت وراثيا عشان تقدر تنمو في جو مصر وفي التربه المصريه. مشكله زي دي ايه خطه وزاره الزراعه لمواجهتها؟ هو الحقيقه النباتات اللي فقدناها معظمها ممكن ان احنا نعيد زراعتها مره اخرى، ولكن القيمه التاريخيه للنبات جزء منها في العمر بتاع النبات. يعني النبات اللي عمره تخطى 100 سنه وصل لطوله وقطر معين، في امكانيه دلوقتي لاكسار النباتات دي تحت المناخ والظروف المصريه، ولكن محتاج بقى كام سنه عشان ترجع في نفس الطول وفي نفس القطر اللي كانت متواجده عليه قبل عمليات التدمير. فقدنا قد ايه من النباتات النادره دي؟ والحقيقه انت ما يعني فقد الاشياء النادره لا تقاس بالعدد بقدر ما تقاس بالكم والنوعيه. يعني احنا على سبيل المثال المعشبه اللي بتتميز بها حديقه الاورمان، معشبه بتضم اكثر من 8000 عينه نباتيه، فقدنا اكثر من يعني عينات كثيره جدا، يعني في حوالي 500 انبوبه كان متواجد فيهم عينات لنباتات طبيه، دي للاسف الشديد تم سرقتها. كان عندنا عينه نباتيه لنبات القط اللي زرع لاول مره في مصر في عهد محمد علي، فدي كانت عينه نادره من نوع القطن اللي زرع في اول في المرحله دي. المعشبه فيها دولابين خاصين بعينات جمعت في عهد الملك فاروق. العينات دي الحقيقه تم اتلاف 3 ادراج من الدولابين خاصين بفتره العهد الملكي. الحقيقه ان محاوله اعاده هذه العينات تستغرق وقت طويل جدا وجهد كبير، ولكن من حسن الحظ ان جزء كبير من العينات دي متواجد في البيئه المصريه ونقدر ان احنا نجمعها مره ثانيه. تمام، الف شكر لحضرتك استاذ عمرو. شكرا جزيلا. شكرا.